لقد وصلنا للمسألة رقم 36، وهي أي من الجمل التالية تعتبر صحيحة؟ أن الرسومات البيانية لي واي تساوي 3 ضرب إكس ناقص 5 لكل تربيع زائد 1، وواي تساوي 3 ضرب إكس زائد 5 لكل تربيع زائد 1. دعونا نفعل شيء مشابه جدا لما فعلناه في الماضي. إذا فكرتم بالأمر فإن كلا المعادلتين واي ستكون قيمتها 1 أو أكبر من ذلك. دعونا نحلل هذا قليلا. هذه العبارة بما أننا نقوم بتربيعها ستكون موجبة دائما حتى لو أصبح ما هو داخل الأقواس سالبا. إذا كان لدينا x تساوي سالب 10 فإن داخل الأقواس سيكون سالبا، لكن عندما نقوم بتربيعه سيكون موجبا دائما. سوف نضرب 3 بعدد موجب، سوف نحصل على عدد موجب. إذا القيمة الأقل التي يمكن أن نحصل عليها هي 0، أي قيمة y صغرى تكون 1. نفس الشيء هنا، هذا العدد يمكنه أن يصبح سالبا، لكن عندما نقوم بتربيعه سوف يصبح موجب. إذا هذه العبارة مع التربيع هذا سوف تكون موجبة، وتضربها بثلاث سوف تكون موجبة. إذا أقل قيمة هنا دائما ما تكون صفر عندما نشمل هذه العبارة كلها. وبالمثل فإن قيمة y الأقل يمكن أن تكون 1. أريد أن أفكر في الأمر ببعض من البداهة. دعونا نفكر فيه في سياق ما فعلناه آخر مرة في التحرك، لذا دعونا نرسمه بلون يمكنكم أن تروه. إذا كان ذاك محور y، وفي الغالب سوف أرسم مساحة موجبة، فإذا أردتم أن أرسم y تساوي x تربيع زائد 1 سيبدو كما لو أن هذا 1، ذاك هو y يساوي 1. الرسم البياني سوف يكون على طول هذا y يساوي x تربيع زائد 1. إن هذا الرسم فظيعا، لا أريد أن أعيد الرسم. y تساوي x تربيع زائد 1، إنه متناسق. لقد فهمتم الفكرة، لقد رأيت هذه القطوع المكافئة من قبل. هذا هو x تربيع زائد 1. الآن إذا أردنا أن ننتقل إلى x زائد x ناقص 5 لكل تربيع زائد 1، ما يحدث له؟ حسنا، دعونا نفكر به. ما هو 3x تربيع زائد 1؟ حسنا، أنه يزداد بشكل أسرع بقليل. إذا أردت أن أقول أن y تساوي 3x تربيع زائد 1 فسوف أزيده بشكل أسرع بقليل ضرب 3 مقدار السرعة، هذا سيكون 3x تربيع زائد 1. نسبة الازدياد في كلا الاتجاهين ستكون أسرع لأن لدينا ثابت 3، هذا مضروب بالأعداد. حسنا، الآن ماذا يحدث عندما نقوم بتحريكه؟ دعونا نتعامل مع x ناقص 5. عندما كانت x تساوي 0 هي النقطة الأقل سابقا، الآن إذا عوضنا 5 هنا فستصبح هذه النقطة الأقل، لأنه لاحقا ستصبح هذه العبارة 0. إذن هذا الرأس سيتم تحريكه الآن إلى اليمين، دعوني أفعله بلون آخر. إذا كانت هذه النقطة 5، الآن هذا سيكون الرسم البياني. إذا أخذتم هذا الرسم البياني وقمتم بتحريكه إلى اليمين بمقدار 5، هذا سيكون 3x ناقص 5 تربيع زائد 1. تذكروا أن y بديهية دائما. إذا قمنا بإضافة 1 فسوف نحركه للأعلى، إذا طرحنا 1 فسوف نحركه للأسفل. x ليست ثابتة، لقد طرحنا 5 x ناقص 5 واستبدلنا x ب x ناقص 5 لكننا تحركنا إلى اليمين. إن البداهة تكمن هنا لأن زائد 5 الآن سوف تجعل هذه العبارة تساوي 0، ذلك 3x ناقص 5 تربيع بنفس المنطق 3 ضرب x زائد 5 لكل تربيع. ننتقل إلى هنا زائد 1، هذا سيتحرك إلى، دعوني أختار لونا جيد، إذن سيتحرك إلى اليسار. سوف يبدو هكذا، سوف يكون هذا الرسم البياني، هذه سالب 5، هذا هو الرسم البياني ل 3 ضرب x زائد 5 لكل تربيع زائد 1.
الآن أتمنى أنكم قد امتلكتم الفكرة. دعونا نقرأ العبارات المعطاة لذا ونرى أي منها منطقية، أي منها تعتبر صحيحة، تعتبر رؤوسها أعلى نقاط، لأن ذلك ليس صحيحا لأي منها، لأن الرؤوس عبارة عن تلك النقطة، في الواقع أنها النقطة الأقل، إن النقطة الأعلى سوف تبدو هكذا. نحن نعلم ذلك لأننا سنتجه في الاتجاه الموجب. هذه العبارة يمكنها أن تكون موجبة فقط إذا كان هذا سالب 3، بالتالي فإن سيقلبه رأسا على عقب، إذا ليس الخيار A. الرسومات البيانية تمتلك نفس الشكل لكن برؤوس مختلفة. نعم، كلا هاتان الرسمان البيانيان يمتلكان شكل 3X تربيع، لكن رأس واحد منها يبعد بمقدار 10 على يسار الآخر، لذا أعتقد أن الخيار الصحيح هو B. دعونا نقرأ باقي الخيارات. هذه الرسومات البيانية يمتلكان نفس الشكل بلا شك، كلاهما يمتلكان الشكل 3X تربيع، وإنهما يتجهان، كلاهما يتجهان للأعلى، لذا كلاهما يمتلكان النقاط نفسها، إذا الخيار هو B. المسألة التالية، مسألة رقم 37. دعوني أرى ما هي، ما هي تقاطعات إكس؟ دعوني أنسخ وألصق ذلك. حسنا، سوف ألصقها هنا. ما هي تقاطعات إكس للرسم البياني؟ حسنا، تقاطعات إكس مهما كان الشكل الذي يبدو عليه الرسم فأنا لا أعرف بالضبط كيف يبدو. هذا الرسم البياني سوف يبدو هكذا، إنني لا أملك أدنى فكرة عن ذلك، لذا سوف يبدو هكذا. عندما يقال لنا تقاطعات X إنه يتقاطع مع محور X، يبدو أنه هنا وهنا. لا أعلم إذا كانت هذه النقاط الفعلية صحيحة، وحتى نفعل ذلك نضع اقترانا يساوي الصفر، لأن هذه النقطة Y تساوي الصفر. المقصود هنا متى هذا الاقتران يساوي الصفر؟ لأن ذلك محور X عندما Y تساوي 0. إذا نضع Y تساوي 0 ونحصل على 0 يساوي 12X تربيع ناقص 5X ناقص 2. عندما يكون المعامل أكبر من 1 أمام عبارة X تربيع، سأجد أنه من الصعب أن ألحظه وأقوم بتحليله، لذلك أستخدم المعادلة التربيعية. سالب B، هذه B، ب تساوي سالب 5، إذا سالب سالب 5 يساوي موجب 5، سالب ب زائد أو ناقص الجذر التربيعي لب تربيع سالب 5 تربيع 25 ناقص 4 ضرب A أي 12 ضرب C أي سالب 2 ضرب سالب 2. لذا دعونا نجعل ذلك الضرب موجب 2، نضع الإشارة السالبة هنا، إذا سالب A ضرب سالب A يساوي موجب، كل ذلك مقسوما على 2A، أي كل ذلك مقسوما على 24، أي حاصل ضرب 2 ضرب 12 هذا يساوي 5 زائد أو ناقص الجذر التربيعي. دعونا نرى، لقد كان 25 زائد 4 ضرب 12 ضرب 2، لأن ذلك كان سالب 2 لكن كان لدينا إشارة سالبة هنا. 8 ضرب 12 يساوي 96، كل ذلك مقسوما على 24. كم ناتج 25 زائد 96؟ إنه 121، أي هو 11 تربيع، وهذا يصبح 5 زائد أو ناقص 11 على 24. تذكروا، هذه قيم X التي تجعل من الإقتران الأصلي يساوي صفر، ومن المهم أن تتذكروا دائما ماذا نفعل. دعونا نرى، إذا كانت X تساوي 5 زائد 11 على 24 فإن هذا يساوي 16 على 24، أي يساوي 2 على 3. هذه النقطة، لذا ربما يكون هذا صحيحا. ذلك X يساوي 2 على 3 و Y يساوي 0. القيمة الأخرى هي X يساوي 5 ناقص 11 على 24،
وهذا يساوي سالب 6 على 24 ما يساوي سالب 1 على 4. ما يمكن أن يكون هذه النقطة؟ لقد قمت برسم تمثيل بياني وهذا سيكون x يساوي سالب 1 على 4. تلك هي تقاطعات x لهذا الرسم البياني. إذن 2 على 3 وسالب 1 على 4 هو الخيار C. لا زال لدينا وقت لحل مسألة واحدة أخرى. لقد أعطي لنا كل هذه الرسومات البيانية، دعوني أقلص حجمها. أريد أن أكون قادرا على ملائمة جميع الرسومات، دعوني أنسخ وألصق الرسومات البيانية. هذه واحدة حيث سيكون استعمال شاشة الرسم لها مفيدا. هذا جيد بما فيه الكفاية. المطلوب الآن أن نعرف أي رسم بياني. لم أقم بعمل شيء بهذا الشكل البياني. إذن الرسم البياني هو y يساوي سالب 2 ضرب x ناقص 1 تربيع زائد 1. هذا ما علينا أن نجد رسمه البياني. وبشكل مباشر عندما تنظر إليه ستقول حسنا هذا إنه يشبه y يساوي سالب 2 x تربيع زائد 1 لكن دون تحريك الإكس. لقد تم تحريك الإكس إلى اليمين بمقدار 1. أعلم أنه سالب 1 لكن فكر وعندما إكس يساوي واحد سالب 1 هذا يساوي 0. سوف يتم تحريكه إلى اليمين بمقدار 1 زائد 1. نحن نعلم ذلك، نعلم أنه سيتحرك بمقدار 1، إذن للأعلى بمقدار 1. ثم علينا أن نفكر هل سيكون مفتوحا للأعلى أم للأسفل. فكروا بالأمر بهذه الطريقة، إذا كان هذا y يساوي 2x تربيع زائد 1 بالتالي فإن هذه العبارة ستكون موجبة دائما، ستصبح موجبة أكثر كلما ابتعدنا عن الصفر، لذا سوف يفتح إلى الأعلى. لكن إذا وضعنا عدد سالب هنا، إذا افترضنا أن y يساوي سالب 2x تربيع زائد 1 بالتالي سوف يفتح للأسفل، سوف نحصل على سالب أكثر كلما ابتعدنا عن الرأس. سوف تتحرك إلى اليمين بمقدار 1 وقد تحركنا إلى الأعلى بمقدار 1 وسوف يكون مفتوحا للأسفل. إذا نظرنا إلى الخيارات سنجد أن هذان فقط هما المفتوحان للأسفل، كلاهما سيتحركان بمقدار واحد. الرأس هنا يقع على y يساوي 1 لكنه قد تحرك بمقدار واحد إلى اليمين وهذا تحرك بمقدار واحد إلى اليسار. تذكروا أنني قلت أنه x ناقص 1 تربيع، إذا نحصل على الرأس عندما كل هذه العبارات تساوي الصفر. هذه العبارة كلها تساوي الصفر عندما x يساوي موجب 1. هذا هنا إنه الخيار C. عندما نقوم بتحريك الرسومات البيانية فإن هذا يمكنه أن يكون صعبا للفهم، لكنني أحفزكم على توضيح الرسومات البيانية. إن الممارسة فيما يخص الرسومات البيانية مع آلة الرسم، حاولوا تعيين النقاط وجربوا الحصول على سبب يفسر عندما تنتقلون من سالب 2 x تربيع زائد 1 إلى سالب 2 ضرب x ناقص 1 تربيع. لماذا عندما نستبدل x ب x ناقص 1؟ لماذا هذا يحرك الرسم البياني إلى اليمين بمقدار 1؟ على أي حال سأراكم في العرض الثاني.